اليوم نحكيو على ثلاثة صغيرات منهم طفل عمره 14 سنة مهدد أنه يبقى في الشارع الوضع أنه الوالدة نتاعهم حرقت وخليتهم في تونس. الوالد خلى الصغيرات هذوما عند جدتهم. كي تعرف أنت جدة ما نجمتش تتكفل بيهم بالصغيرات هذوما. دونك أكثر تفاصيل احنا شن ناخذوها تويكا كما قلت لكم من عند بالقسم الرحماني اللي هو ناشط في المجتمع المدني. ألو على السلامة. مرحبا. ألو مرحبا. صباح النور. لاباس بالقسم. مرحبا بك. نعيشوا في عجايب وغرايب خويا بالقسم. نعيشوا في عجايب وغرايب. جعفر تزامنا مع اليوم العالمي للطفل. اليوم العالمي للطفل. اي صار البارح معناها في نفس الوقت اللي حطت فيه تدوينه. اوكي. واللي كبار المسؤولين والمسؤولين معناها رحمة الطفولة في الدولة هذه اللي راح يحتفلوا باليوم العالمي للطفل. نعم. واحنا مازلنا نشوفوا معناها في الاطفال يعانيوا في البلاد هذه. نعم. الواقع شنية الوليد في السبيطار؟ الواقع في جعفر هي الوضعية تتمثل في انه عندي صديق يزور في قريبه في السبيطار مقيم في نفس القسم في الوليد. نعم. نعم. فشد انتباهه انه الوليد هذا ما يزور حد وعمره 14 سنة وما يزوروه كان زوج وليدة صغار وتو نرجعوا بعد زوج وليدة صغار. وكي تكررت الزيارات معناها نفس الحال ما تبدل حتى شيء وحتى واحد يزوره كي يستفسر معناها تصدم بالموضوع. نعم. الوليد يعيش مع مميته معناها اللي هي مرأة كبيرة. نعم. هو وزوج اخواته عنده اخوات اكبر منه وعنده اخته 10 سنين. حاله اجتماعيه صعيبه برشا. الوالدين طلقوا معناها. الوالد كانوا يعيشوا مع امهم هم خارج القروان كانوا في وضعيه باهيه. يا اخي الوالد كهو يعني تعبت امهم تعبت فصارت انها انتحرت في سبيل انها تحسن لهم وضعيتهم وناس اللي هم ينجموا يبيعوا العنايه وهذاك افكتيفمون اللي صار يعني. والدهم زاد يخدم وضعيته صعيبه ولا خليهم عند مناتهم اللي هي مرأة كبيرة وتعيش على منحة الدولة ذيك نتاع 80 دينار وتعيش في دار على وجه الفضل معناها عاطين لها الجيران تعيش فيهم بالياس. نعم. هكا هو الوليد تعب شوية يلقى روحه في السبيطار. عاد قريب جمعتين في السبيطار كي تحسن حالته ما تعرف زاد الوضع الصحي زاد والناس زاد ما نجموش نلوموا عليها يقول لك يلزمني نفضي الفرس يعني من الناس الاخرين. قالوا لا طلبوا منه باش يخرج معنا. حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لا يبكي جاب باش يخرج معنا ما عنده حتى بلاصه باش يمشي لها حتى كي تطلب ولي الامر اللي هو الميت. مرأة كبيرة في 80 سنة لا تنجم تتنقل لا تنجم تزيل لا تنجم تقوم بهم وانت تعرف اللي المرحلة هذه سيرتو في العمر هذا بناي عمره 10 سنين ولا عمره 14 مراهقة والاخوه الكبيرة 17 سنين فترة سعيدة برشا. لا حول ولا قوة إلا بالله خويا بصراحة. انا بلي جعفر نحب نقول حاجه سي بالقسم يسمع فينا. سي بالقسم قال اليوم العالمي للاطفال والدولويني الطفوله والدولويني. انا ما فهمتش علاش اي مشكل ديما نقولوا الدولويني. شنو عندها دخل الدوله في الموضوع هذا؟ الموضوع هذا انه جوست نكملك سي بالقسم. الموضوع هذا انه فما ناس يجيبوا صغار وما يتحملوش مسؤوليه الصغار. فما بيت تسمع فينا 200 يحبوا يجيبوا صغار ومش منجمين كيسمعوا حكايه كيف نهكه راهو كيما اللي ربي اعطاه خير ومش مقدر الخير اللي ربي عطاه له. هذا اللي نقوله انا ان شاء الله ربي يرزقه. دونك جيب صغير تحمل مسؤوليته حتى للاخر الصغير. مش تمشي تحرق بجيب انت كي حرقت سي بون خليته كيما كيك قضيت على روحك وقضيت على الصغير. نحن مش عارفين المراه خلطت ولا ما خلطتش ديجا والميمة شنو باش تعمل الميمة كبرت وكملت سي بون. بالقسم تفضل. نحن لهنا خويا جعفر رانا مانيش متضادين يعني مانيش مختلفين ولكن نحن تجاوزنا تو الوضعيه نتاع الوالدين ونتاع المشكله اللي صاير وتو اليوم عندنا اشكال اخر اللي هو الوليد الصغير مهدد بشرط يروح اليوم في الشارع في عمر 14 سنه هو واخته معناها. نعم. هذه نعم. هو الاشكال هذه دور الدوله. خويا بالقاسم بالله باش نقص عليك لحظه انا وشاطر بالقاسم اين الدوله؟ باش نفسر لك حاجه رافع. اين الدوله بالحق؟ خاطر شوف الام مش كل أم جابت أم مش كونوا متفقين فعلا. مسؤولية لولا ترجع للعائلة. نعيش في عصر ما عادش الطفل يحرق الأم تحرق به وأسافوار ما نش نشرع وراوة وأسافوار دور الدولة شنو. مش نعطيك المثال. الدولة تقول لك مثلا البحر هايج ما تعومش. البحر هايج ما تعومش هذه مثلا الدولة قانون هذه. أنت غلطت وعمت غرقت الدولة طيشك يلزمها من واجبها تلوج عليك وتمنعك.
14 سنة بلا أم، أمه غلطت بي، أمه الكبيرة تونس شو تعمل؟ ليه تو يلقاو له حل، يمشي للسويس الولد نتاعو، يمشي للسويس وبوه وينه؟ أبوها ما يحبش يتحمل مسؤوليته، الدولة باش تعطيه تريحة البوه تقول له شد ولدك بالسيف. اي بالقانون مش تريحة، بالقانون ثم أولياء يلزمهم يشدوا الحبس على أولادهم، حطوا في الحبس قديمة ما غير بوه. لا 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 أخويا، ثم قانون في البلاد، شنية تجيبوا تهمل زادة، شنية الوضعية اللي وصلنا لها، شنية هذه يا أخويا؟ تجني انت بكري تحكي، تقسم بالله سامحني بالجسم، انا ريت ناس يقول لك نتمنى يا ربي يا عالي وليد بجنبي حتى لو كان ما يتحركش وما يتكلمش، نتمنى وصغير صحيح تدري اللي قلته انا، وعبيد تجيب وتلوح. هذه ما عندهاش علاقه بالدوله، عندها علاقه بالكولتور، عندها علاقه بالتربيه. هذه صحته شنية الوليد بالجسم؟ والله صحته هو تو لاباس الحمد لله من بني تاع. قال الشكل الوحيد بلي رفع، خليني نعرض على كلام جعفر شوية. رو اليوم ممكن جعفر يقول معنى كلام اجتماعية وشيف رفع موضعيات اجتماعية راي قاسية برشا وراي وضعي تفرد في بعض الساعات، نجم نفهم حتى حاجة معنى تخول البو ولا لب انها تعيش ولدها، اما رفع موضوع ساعات وضعيات تفرد اجبارا انه معناها يعمل هكاك. صحيح. مانيش مشرع زيادة ومانيش مبرر. لا بالجسم، لا بالجسم، بالجسم نقول لك حاجة، أنا ماني تو عام برنامج اسمه يستحق. ثم إي خلينا نفسر لك حاجة، هاك باش تدوخ أنت. واحدة بعثت لي ميساج قالت لي بربي هذاك اللي عديتوه في الغابة فهمتني راهو ترو إكزاجيري وأنا شفته راهو يحوس وكذا. قلت لها أنت سيبتي القضية الأم اللي هو التنمر. التنمر وي. التنمر وركزنا وركزتي لي في ليل، شفته انا راهو مره في القهوه وشفته راهو يحوس نورمال وشفته قدام المكتب، نسيبوا القضايا الام التنمر، الراجل دمروه. بالله خليك زيدك زيدني راهو مسؤولين معناها في ولايه القروية، راهو على علم بالموضوع من السبت ووعدوا على اساس انهم مش يدخلوا وما دخلوش، ونهار الاثنين معناها فما ندوه الشهر الطفولة تحت شعار يكبر وما ينسيش، يكبر وما ينسيش. صحيح يكبر وما ينسيش. واليوم الولايد اللي عرضنا حالته يعني خليه يسمي اسمه كريم باش يكبر وما هو باش ينسى، بالحق ما هوش باش ينسى اللي حتى واحد موقف معاه، ما هوش باش ينسى اللي هو باش يلقى روحه في الشارع في التسليح وقت اللي عادنا نحن في القروية المركز ايواء فارغ. هذا اللي نجريو عليه احنا بالقاسم، بالقاسم الرحماني نفكروا اللي معنا بالقاسم الرحماني اللي ونشط في المجتمع المدني في القيروان، هذين اللي نجريو عليه. نعرفوا ثلاثه صغيرات مصير نتاعهم باش يكونوا في الشارع لو كان الدوله ما غزرت لهمش، نعرفوا زيد كيف كيف مبدئيا. صحيح نصلح لك معلومه، راهو صغار خاطر الوليد الكبير اللي هو 17 نورمالمون معناها خرج من القيروان مش يخدم معناها فوالا، هي 17 سنه نورمالمون البلاصه نتاعو يقرا مش يخدم، انهم زيد كيف كيف بطلوا القرايه. دونك احنا اتصلنا بالمسؤولين في القيروان، اتصلنا قبيلها شويه زيد كيف بوزاره المراه، من هنا الغدوه نعطيكم الحلول، لانه ما نجموش جعفر نعديو كان الحكايه تهاو نحكيو عليه، لازمنا حلول زيد كيف بالقاسم. جعفر في هذا الكل خليني معناها بعد المساج الخايب شويه خليني نعدي مساج حلول في هذا الكل. راهو الوليد هذا مقيم في السبيطار عنده جمعتين، تعرف شكون قام به وشكون ينظف له وشكون يجيب له ماكلته؟ لا ما نعرفش. ولايد اخر عمره 14 سنه تعرف عليه وقت اللي كان يعمل في النشاط الثقافي كي كانت اللي تعرف عليه في نابل، وبقاو كونتاكتيه معناها على مواقع التواصل، وكي هبط للسبيطار يلقى روحه بيجيب شبعت له مساج يقول له راني موجود في السبيطار وبطعمه معاه بالواجب ويرحم ويديه ولايد هذا وبالله يخليه يسميه تحيه ليه اسمه مالك تعمل ولايد هذا 14 سنه يجيب له في ماكلته على مدى أسبوعين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الإنسانية ماهيش بالعمر وماهيش بالكرسي فوالا، يا عندك إنسانية يا ما عندكش، يا متربي على الإنسانية رضعها في الحليب يا أبو قلب. سبحان الله 14 سنة ومخه يوزن بلاد، هذا كارو يشد كرسي الوليد ذي كارو يشد. شكرا بالقاسم يعطيك الصحة، إن شاء الله غدوة نبشروك خويا، بارك الله فيك أنت خويا، بارك الله فيك ويرحم الأم اللي جابتك، لأنه أنت زادة كنت مساهم باش نعرفوا الحكاية ونعرفوا قصة الوليد ذي. باللي جعفر باش نقطة، اسمح لي تفضل جوست نقطة أخيرة. تعرف الدولة باش نجموا نطلبها أنه السويس ما تخرجش لأولاد صغار كي يخلطوا 18 و17 أنها تكمل تواصل معهم، هذه نقطة نجم نبدلوها في القانون. يصيروا معاهم مسويفين. هذه نجم نبدلوها. أنا السويس تخرجوا ما تسلمش. صحيح. صحيح. وجعفر ممكن أكثر واحد يعرف الموضوع هذا. صحيح. فوالا دونك هذيك نجموا يزيدوا يمددوا اللي تلقاه يقرا ومريقلوا كل شيء كملوا واصلوا معاه. غدوا غدوا نبشروكم غدوا نبشروكم غدوا نبشروكم.